صباح الخير مساميكي، تحية طيبة للجميع في عادة هذا اليوم. برنامج زي في الصباح أسعد فيه باستضافة سفير دولة فلسطين بالجزائر الدكتور أمين رمزي مقبول. صباح الخير سعادة السفير. صباح النور، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير، وإن كانت فرحة العيد لم تكن بطعم العيد، بطعم الفرح بعد أن نغص علينا فرحة العيد الاحتلال، دولة الاحتلال الإرهابية الصهيونية بعد القصف. تعودنا على هذه. تعودنا على هذه. 70 عام. نعم. سعادة السفير، القصف على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية لا يزال متواصل لحد الآن. القدس تغلي، في الأراضي الفلسطينية كلها تغلي تحت القصف، الآلاف من الجرحى، المئات من القتلى والشهداء، نحسبهم شهداء عند الله. ما هو تعليقكم على ما يحدث الآن في الميدان؟ يعني هو البدايات في ما يتعلق في ما يجري في الأرض المحتلة له علاقة في الواقع الصهيوني، واقع السياسي في ما يسمى بإسرائيل. هناك أزمة يعيشها المجتمع الصهيوني، أزمة تعيشها الحكومة كما يعرف الجميع. للمرة الرابعة لا يستطيعون تشكيل حكومة، وربما يخوضون انتخابات خامسة. والذي يعطل هذه المسائل هو الرئيس الوزراء نتنياهو، الذي يحاول أن يمسك مرة أخرى ويشكل حكومة يعني وهو غير قادر. وبالتالي كما نعتقد نحن جاءت تثوير واستفزاز القوات الصهيونية المحتلة لشعبنا في القدس لينتظر ردود الفعل. ردود الفعل تعطيه فرصة أخرى للاستمرار في الحكم، وهو حكم انتقالي بالنسبة له. فدفع بقطعان المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى في ليلة القدر وفي الأيام المقدسة عند المسلمين. دفع بقواته لمنع دخول باب العمود، وهو الباب الرئيسي للمسجد الأقصى. وبدأ باستفزازاته أيضا في حي الشيخ جراح، وهو حي فلسطيني يحاولون طرد سكانه والاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. هذه الأحداث فجرت الوضع في مدينة القدس بداية، وخرج المقدسيون بشجاعة وبطولة يتصدون لقطعان المستوطنين ولجنود الاحتلال الذين حاولوا أكثر من مرة تدنيس ساحات المسجد الأقصى. فبدأ الاشتعال من هذه النقطة، وانتقل الاشتعال من القدس إلى مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة في مقاومة شعبية. مشهد رائع من المقاومة الشعبية التي تصدت وبقوة وشجاعة وبسالة شهدها العالم في كل أماكن الصدام والمواجهات. هذه كانت البدايات، هي إذن الاستفزاز والعدوان بدأ بمخطط من قبل رئيس الوزراء الصهيوني لتحقيق أهداف شخصية. نعم، هذا صحيح. وكان يعتقد بنفس الوقت أن ردود الفعل التي ستكون ضعيفة، ظنا منه أن الشعب الفلسطيني منقسم على نفسه وأن هناك خلافات. هو لم يتوقع ردود الفعل القوية التي وحدت كل أطياف الشعب الفلسطيني في مواجهة تدنيس. هل يمكن أن نقول نحن أن أمام هناك تحول استراتيجي وتحول انعطافي في القضية الفلسطينية بعد أن توحدت كل جهود المقاومة للدفاع عن القدس والحماية الإحتمال الأمريكية؟ بالتأكيد القدس وحدت كل القوى الفلسطينية على اختلاف اتجاهاتها. القدس يعني كما نسميها جوهرة التاج، وبالتالي القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصر النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمانة في أعناق الشعب الفلسطيني، وهي بالنسبة لنا شرف كبير أخذناه كمرابطين. بالتالي يجب أن نكون على قدر المسؤولية. وبالتالي كان التصدي لقطعان المستوطنين في القدس ومن قبل أبناء شعبنا المقدسيين الذين كان يعتقد بأن الاحتلال الإسرائيلي عمل على أسرلتهم، وبالتالي أثبتوا أنهم أبناء الشعب العربي الفلسطيني المسلم بما فيه المسيحي أيضا، الذين تصدوا للهجوم على يوم كنيسة القيامة.
فالصراع في الأرض المحتلة صراع يأخذ أبعاد عديدة، وبالتالي ما جرى في الأيام الأخيرة وحد الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه وطوائفه أيضا في مقاومة الاحتلال، وهذا خلق يعني تغير استراتيجي ومشهد جديد على الصراع وعلى النضال الوطني الفلسطيني، وهو مشهد إيجابي. نعم، الاحتلال العالم الآن يكتفي بالشاجب والاستنكار تارة والتجاهل تارة أخرى. هناك جهود تقودها عدة أطراف، الجزائر الآن تقود جهود حثيثة للضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والضغط أيضا على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الوحشية وهذا الإرهاب. اليوم هناك أيضا في هذا الاتجاه جلسة مقررة لمجلس الأمن حول تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ما هو المأمول من هذا الاجتماع، وخاصة وأن الجزائر لم تدعو فقط إلى وضع حد لهذا العدوان أو وقف هذا العدوان، وإنما وضع حد للظلم التاريخي؟ هذا صحيح. في الواقع أن المشهد اليوم يتميز بالشمولية، ولم يكن في يوم من الأيام كما هو في هذه الأيام. الرفض وردود الفعل العربية والإسلامية والعالمية منتشرة في أرحاء الكون، وهي تندد وتدين في العدوان الصهيوني، وهذا لأول مرة بهذا الحجم. بهذا الحجم، نعم، هذه الأول مرة بهذا الحجم. في حرب 1914 جرى انتقاد وجرى تنديد وشجب، ولكن ليس بهذا الشكل وليس بهذا الحجم، وبالتالي هذا أمر جيد. والآن يعني كما ذكرت، يعني مثل دولة مثل الجزائر وقفت ولا زالت تقف وستقف مع نضال الشعب الفلسطيني، لم تعد تقبل ببيانات الشجب والاستنكار، وبالتالي تطالب كما جاء على لسان وزير الخارجية، تطالب بأن يكون هناك مواقف عملية لا يكفي بيانات الشجب والاستنكار. وهذا ما تعمل عليه الدبلوماسية الجزائرية والدبلوماسية خارج القضية من الدائرة التقليدية وضعها على رأس الاهتمامات. نعم، هذا صحيح، وبالتالي نحن نأمل أن يكون هناك نتائج إيجابية لهذا التحرك الجزائري العربي الإسلامي والتي تقوده الجزائر، ونتأمل أن يكون هناك فعلا خطوات عملية تصدر عن مجلس الأمن ويصدر عن المجتمع الدولي لوضع حد للظلم والطغيان والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة العدوان على القدس، وهي لب الصراع وأساس الصراع. وبالتالي نحن نأمل أن تصدر مثل هذه القرارات وأن تنفذ قرارات كانت قد اتخذت في السابق فيما يتعلق في الصراع العربي الصهيوني، وفيما يتعلق باعتماد قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية باعتبار القدس جزء من الأراضي العربية التي احتلت عام 67، وبالتالي رد صفعة لصفقة ترامب الذي أعطى القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين للكيان الصهيوني لتكون عاصمة له. وهذا يعني وكأن القدس غرفة في البيت الأبيض، وهذا يجب أن ينتهي، شبه انتهى، ولكن تحاول الحكومات الإسرائيلية أن تنفذ هذه الصفقة على حساب الشعب الفلسطيني، وهذه يجب أن تسقط، وأن يؤكد مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن القدس جزء من الأراضي العربية المحتلة وهي عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذا يجب أن يكون يعني كخطوة أساسية وضرورية لتهدئة الوضع في فلسطين. على ذكر التهدئة، سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر دكتور أمين رمزي مقبول، هناك دعوات الآن للتهدئة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس السيد أبو مازن تلقى العديد من الاتصالات، أجرى مكالمات، كانت له محادثات أيضا عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع عديد من قادة دول العالم. الآن أي مسار للتسوية أو التهدئة هل سيكون مشروط، وماذا تشترطونه؟ هو يعني هو فحوى كل هذه الاتصالات، نعم، هو للتهدئة كما تفضلت، للتهدئة، وهذه تعودنا عليها عندما يحدث تصعيد في النضال الفلسطيني وتصعيد في العدوان الصهيوني، تنبري كثير من الدول وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية والأوروبية
إلى طلب التهدئة. ولكن المرة التي نعيشها الآن التهدئة يجب أن تكون لها ثمن، وبالتالي الذي قام بالاستفزاز والعدوان هو الكيان الصهيوني. أولا استفزازه وعدوانه على القدس بإدخال المستوطنين على باحات المسجد الأقصى، إغلاق باب العمود، مصادرة أو محاولة طرد السكان في الشيخ جراح، هذا أساس الاستفزاز وأساس الثورة. وكان رد الرئيس أبو مازن منذ البدايات منذ صفقة القرن أن القدس ليست للبيع، وأنه الشعب الفلسطيني يعتبر القدس عاصمة دولة العتيدة، وأن القدس هي جوهر الصراع. بالتالي يجب أن يكون هناك قرارات واضحة ومحددة وإجراءات تتعلق بالقدس بالدرجة الأولى، وإضافة إلى وقف عمليات الاستيطان، وهذا أيضا قرار من قرارات مجلس الأمن. الاستيطان المستشري والذي تصاعد بعد صفقة القرن، وسقط ترامب ويجب أن تسقط معه كل تفاصيل صفقة القرن، والذي أعطت حرية للكيان الصهيوني المحتل أن يمتد في استيطانه ويضم أراضي فلسطينية إلى الكيان الصهيوني. هذا ما يجب أن يتوقف، وهذا ممكن أن يخلق حالة من التهدوء، رغم أننا نشك بأن الكيان الصهيوني ممكن أن يلتزم أو يقبل بهذه الشروط، وبالتالي الصراع مفتوح بحكم أن كما ذكرنا في البداية نحن أمام سقف مفتوح من التوقعات، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض معادلات جديدة على الأرض من خلال إخضاع أهلنا في مدينة القدس والشيخ جراح لإرادة المحتل، وتعرض كل الشعب الفلسطيني الأعزل لإبادة جماعية وجرائم حرب من النوع الأول، جرائم ضد الإنسانية. هل نحن أمام سقف مفتوح من التوقعات؟ هذا صحيح، وخاصة أن يعني حكومة الاحتلال الصهيوني في حالة انتقالية، يعني لم يستطيع تشكيل حكومة ولم تآلفية لتأخذ زمام، وبالتالي يقوم نتنياهو بالمناورة حتى على أبناء جلدته، والمناورة يستخدم فيها الحرب والعدوان على الفلسطينيين، مخططهم أصبح مفضوح ليبقى أكثر، وبالتالي من الصعب أن يلتزم نتنياهو في قرارات العالم. تحدث معه الرئيس الأمريكي بايدن وكان قد حذره من إصابة الأطفال، كانت شديدة، وكان رده أيضا في خطاب ألقاه فيما بعد المكالمة كان وقحا وكان يبرر قتله للأطفال. وبالتالي أنا أتوقع أن الكيان الصهيوني في هذه الظروف التي يعيشها، والمجتمع الصهيوني الذي ازداد تطرفا وعدوانية، أن يلتزم بقرارات المتحدة، وهذا يتطلب أن تكون القرارات مصحوبة بإجراءات عملية بعقوبات اقتصادية دبلوماسية سياسية، يجب أن تكون هناك عقوبات مصحوبة قرارات مجلس الأمن حتى تلزم الكيان الصهيوني، ويدرك أنه سيخسر كثيرا إذا تحدى إرادة المجتمع الدولي. الآن هناك ردود فعل كبيرة حول العالم، هناك تنديد، الاحتلال يقدم مادة إجرامية منذ سنة 1948، الصهاينة ديدنهم القتل وسفك الدماء ببرودة وبوحشية. هذه الصور الإجرامية الإرهابية خلفت موجة استياء واستنكار عبر عديد العواصم الغربية والعربية والإسلامية. كيف يمكن أن تحصد ثمار هذه الردود الفعل أو الوقفات المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية؟ دعينا نضع النقاط على الحروف. شراسة العدو الصهيوني ازدادت في الآونة الأخيرة، وهو يعتمد على أن الوضع العربي المتردي، ويعتمد على ما جرى من خطوات تطبيعية مع بعض الدول العربية، وهو بالتالي يعتقد أن الجدار العربي الذي كان يستند له الفلسطينيون قد سقط، وهو لا يعرف طبيعة الفلسطينيين الذين يثورون ويضحون ويقاتلون عندما يشعرون أن ظهرهم قد طعن أو ظهرهم قد تعرض للخيانة. وبالتالي الكيان الصهيوني لم يفهم طبيعة الشعب الفلسطيني حتى الآن، وهو يعتقد أن الشعب الفلسطيني سيكون هادئا أمام خطواته لاستكمال ضم القدس وتهويد القدس، ففوجئ على ما أعتقد
الكيان الصهيوني بهبة شباب القدس. لم يكن يتوقع أن شباب القدس الذي حاول أن أسردتهم كما نسميه حاول خلال 50 عام تدجين شباب القدس، واعتقد أنهم أصبحوا جزءا من المجتمع الإسرائيلي كما هو كما اعتقد أيضا عن شبابنا في محتل من أرضنا عام 48، ففوجئ بأن شبابنا في القدس أكثر صرامة وأكثر إصرارا حتى من شباب الضفة الغربية وشباب غزة. وهذا أمر يعني أحبط نتنياهو وازداد شراسة وعدوانية. للأسف لم يكن يتجرأ نتنياهو وغيره على هذا العدوان على المسجد الأقصى وعلى الشيخ جراح وعلى باب العمود وعلى الشعب الفلسطيني لو أنه حسب فهمه تشجع بعد حركة التطبيع أو الهرولة للتطبيع من قبل بعض الدول. اعتقد أن الصراع انتهى وبقي الفلسطينيين يستفرد به. أثبتت هذه الأحداث أن المهرمين نحو التطبيع لم يوما بعد يوم يحصدون الخزي والعار فقط. وأعتقد أنهم خجلوا على أنفسهم وأنهم سيراجعون حساباتهم، أنهم لم يكسبوا سوى الذل والعار من هذه الخطوات الخيرية. توقع مراجعة الحسابات؟ نحن نطالبهم كأشقاء وكأخوة كعرب كمسلمين أن يراجعوا حساباتهم وأن يوقفوا حملية التطبيع، خاصة أن بعض الدول المطبعة مؤخرا خرجت، كانت هناك انتفاضة لشعوبها داخل أراضي داخل البلدان. واضح بأن خطوات التطبيع كانت خطوات صادرة عن الحكام وليس عن الشعوب. الشعوب العربية والإسلامية لا زالت ملتزمة التزام مبدئي وعقائدي وقومي بقضية فلسطين كقضية حق وعدل للشعب الفلسطيني. وبالتالي نعتقد نحن أن الفرصة متاحة للأنظمة العربية التي طبعت بأن تعاود موقفها، إضافة إلى الأنظمة العربية التي كانت يعني تتفرج لغتها الآن نتيجة تحرك الشارع العربي والشارع الإسلامي. اللغة اختلفت، أصبحت أكثر حزما وأكثر قوة وأكثر تنديدا في الكيان الصهيوني، وخاصة أن أيضا لا نخفي أن الرئيس الأمريكي ترامب كان له دور سيء جدا في الضغط على بعض الحكام العرب وفي حشر بعض الأنظمة العربية واستغلال ضعفها واستغلال أوضاعها لدفعها نحو عملية التطبيع. فكان ترامب ذهب وجاء رئيس آخر ربما يكون أفضل من ترامب. هذا له دور أيضا في التحرك الكثيف والمكثف والحاسم والقوي، له دور عند بعض الدول العربية وأيضا الدول الإسلامية وحتى الدول الأوروبية. كانت الإدارة الأمريكية يعني تهدد بشكل واضح الدول الأوروبية حتى نتيجة موقفها المؤيدة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني. اليوم لا يوجد تهديد من الإدارة الأمريكية، وبالتالي لها حرية أن تطلق مواقف واضحة وصريحة ومبدئية حسب رؤيتها، وهذا ما يجري الآن. الموقف العربي على ما فيه من التخاذل هل تتوقعون مستقبلا أن تكون هناك خطوات عملية؟ ماذا تنتظرون من المواقف العربية على احتشائها؟ يعني نحن نتوقع بهذا الوضع الذي نراه اليوم وما فعلت فلسطين التي توحد الأمة العربية والإسلامية، أن يكون هناك أيضا عودة للوحدة والالتئام في الأمة العربية والوطن العربي. من المعروف أن القمة العربية التي أجلت مسؤول عن إدارتها ورئاستها الجزائر، والجزائر تقوم بدور هائل وهام وعلى الصعيد القضية الفلسطينية على الصعيد العربي والدولي والإسلامي، وهو يعني مسؤولية كبيرة. أنا ذكرت هذا الكلام منذ أكثر من عام لأن الجزائر تتحمل مسؤولية كبيرة في لم الصف العربي من خلال عقد المؤتمر القمة العربي، عقد مؤتمر قمة عربي مميز ليكون في العاصمة الجزائرية، أن يكون يعني مشرف كما هي الجزائر دائما في موقفها المشرفة، وهذا ما نأمله ونتمناه. وأعتقد أن الظروف متاحة ومهيئة لمثل هذا الجمع الشمل. نتيجة يعني تجارب خاضتها الحكومات والشعوب ثبت بأن
الأمة العربية لا تستغني عن بعضها البعض. نعم، الشعب الفلسطيني، الرئاسة الفلسطينية أعلنت أنه لا حديث عن السلام، لا حديث عن أي تهدئة إلا بوجود باشتراط إقامة سلام حقيقي في المنطقة. هذا التصريح مثل ما ورد في بيان عن الرئاسة الفلسطينية، هل ستصنع هذه التطورات مستقبلا فلسطينا موحدا سعادة السفير؟ نحن لا نطلب شيء مستحيل، نحن نطالب أصحاب حقنا، وحقنا هو ليس الحق المطلق، نحن نطالب ما قررته الشرعية الدولية، ما قرره مجلس الأمن، ما قررته الجامعة العربية ومؤتمر القمة العربي. نحن نطالب بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس على حدود عام 67، هذا ما نطالب به، وحق العودة للاجئين. هذه أصبحت قرارات أممية، وردت في قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وردت في قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية، وبالتالي نحن لا نطلب المستحيل، نطلب حقنا ونطلب ما أقرته الشرعية الدولية. يعني لا أريد أن أقول تنازلنا، ولكن قبلنا بهذه القرارات، والقرارات كما هو معروف يعني تمتهن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية، ولكن بما أن المجتمع الدولي هكذا أراد والمجتمع العربي والإسلامي وافق على هذه القرارات، فنحن لا نطالب بالمستحيل، ونطالب أكثر من ذلك. نعم، نطالب تطبيق هذه القرارات التي أقرتها الشرعية الدولية. الشعب الفلسطيني الآن سعادة السفير يتعرض، الشعب الفلسطيني الأعزل يتعرض لاعتداءات إرهابية همجية من قبل الكيان الإسرائيلي الصهيوني المحتل. الآن الشعب الفلسطيني هو تحت إبادة جماعية، أي مسؤولية تقع على المجتمع الدولي الآن لحماية الفلسطينيين من هذه الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرضوا لها من تنكيل، خاصة قتل الأطفال؟ القيادة الفلسطينية منذ سنوات وهي تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأعتقد أن هذا الموضوع سيطرح مرة أخرى أمام اجتماعات مجلس الأمن وأمام اجتماعات الرباعية إن تحركت الرباعية. هناك خطوات بتفعيل، نعم، مطالبة ب يعني اجتماع رباعية هناك تنفيذ. نعم، في هناك تفعيل اجتماع رباعية، وهذا المطلب مطلب أساسي يطالب به الرئيس أبو مازن منذ فترة طويلة، توفير حماية للشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني شعب أعزل كما يعرف الجميع، ويواجه أعتى قوة عسكرية في المنطقة، وهي قوة شرسة ومتطرفة وعنصرية، وبالتالي مطلوب توفير حماية للشعب الفلسطيني حتى يتم حل القضية حلا عادلا وحلا سلميا. هذا أمر موضوع أمام المجتمع الدولي، ويجب أن يقرروا به، لأن ما يجري من مجازر انتهاكات حقوق الإنسان، مجازر دموية وحشية تجري في أراضي فلسطين، سواء في أراضي 48 أو في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ما نراه اليوم تقشعره الأبدان. نعم، أطفال ونساء ورجال يدفنون تحت الأنقاض، تدمير عمارات، تدمير بيوت على ساكنيها، هذا يتطلب تدخل دولي وحماية دولية، وبالتالي نحن نأمل أن تكون نتائج هذه التضحيات للشعب الفلسطيني لها خطوات عملية رادعة وحماية للشعب الفلسطيني من العدوان الصهيوني. الآن في خضم كل هذه التطورات، ما هي السيناريوهات المطروحة أمام القضية الآن؟ كيف تتوقعون؟ الآن مجلس الأمن، كانت عديد من أعضاء مجلس الأمن في مقدمتهم الصين، تدعو إلى جلسة مفتوحة لمجلس الأمن لمناقشة قضية الصراع وقضية الفلسطينية، ووقفت الإدارة الأمريكية في البداية مانعة. أعتقد هذه الأيام أو خلال الأيام التي مضت فهمت أو تفهمت أو أدركت الإدارة الأمريكية بأن الصراع لا يمكن إلا أن يتوقف، ولن يتوقف بالأوامر، يحتاج إلى قرارات، بالتالي وافقت على الجلسة المفتوحة. أعتقد أن قرارات الأمم المتحدة ستدعو، قرارات مجلس الأمن ستدعو إلى تحريك العملية السياسية أو عملية تفاوضية، وستثبت، هذا ما نطلبه نحن، تثبت القرارات
التي اتخذتها الجمعية العمومية ومجلس الأمن إزاء الصراع العربي الصهيوني، وبالتالي هذا سيكون مقدمة ومفتاح للتحرك دولي جديد ربما كما دعا الرئيس الفلسطيني لمؤتمر دولي تشارك به اللجنة الرباعية إضافة إلى بعض الدول الأخرى ذات التأثير الدولي، وأن تعتمد قرارات الشرعية الدولية التي نأمل أن تؤكد عليها جلسة مجلس الأمن الحالية، وأيضا تكون هناك أرضية لمجلس المؤتمر الدولي يتحدث عن قرارات الأمم المتحدة ويضع لها آليات وتواريخ وليست مفتوحة وخطوات وفق أجندة زمنية محددة. نعم هذا ما نطلبه وهذا ما نتمناه. نعم ونحن أيضا بدورنا نتمنى ذلك، نتمنى الصمود أيضا للمقاومة الفلسطينية والنصر للشعب الفلسطيني. سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر الدكتور أمين رمزي مقبول، شكرا جزيلا لك والنصر الفلسطيني. شكرا لكم وشكرا للإعلام الجزائري واهتمام الشعب الجزائري بالقضية الفلسطينية، هي قضية فلسطين قضية الشعب الجزائري. بكل تأكيد قلوبنا مع الشعب الفلسطيني. ابقوا في البرامج الأولى للقاء الفلسطيني.